لحظة فرحة أبطالنا الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة أيسف 2023 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية. وثق مقطع فيديو لحظة فرحة الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة أيسف 2023، وفاز بالجوائز الخاصة كل من الطالبة ديمة محمد عيسى، وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، كما حققت طالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد، بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، بينما حقق الطالب وسام فهد عبد المعطي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.